تيقلب على الخدمه وما لقاهاش، نقلب انا في الميناج ما لقايش اللي باغي شي، ما لقيتش اللي باغي يدخلني. نخرج نطلب في الجامع في القهاوي، ندور مثلا من 9 حتى 11 12 عاده نطلع بحالي. مني هذا من كانت عندي 18 عام وانا في هذا الحال، صايبوا عليا ومشيت عندهم حيت هما قالوا لي مدرا ملي نمشي ندخلها وتصاور دي تصاورها ورقه الزياده ديالها ما بغاوش، قال لك هذيك الساعه سالت التقييم، قالك حتى العامله عجبنيش هاد الحاله. ما كرهتش اخويا، انا ما كرهتش اخوتي، باش انا حتى انا باغا نخدم باغا ندخل ولادي مدرسه نشوفهم داكشي اللي ما شفتش انا براسي. سميتي نجاة كنيتي نيازي، 29 سنة، عندي 3 الوليدات وعندي واحد متيدويش مريض في التوحد، عندي 2 ولاد ما عندي باش نوكلهم كارية، ما عنديش الوراق ديالهم، عندي ورقة الزيادة ديالهم وعايشة في دار وفي داير تنخرج نطلب. لا متيدويش ديال التوحد. انا تنخرجوا معايا اليوم، ما خرجتش المغرب، بعدا خرجت عايشة كارية بيت واحد في السطح. لا خاين تسم لا نخرج نطلب في الجامع في القهاوي، ندور مثلا من 9 حتى 11 12 عاده نطلع بحالي، نطلع اللي قسم الله باش نوكل وليداتي وهادي. مني هذا من كانت عندي 18 عام وانا في هاد الحال، جوج على 16 عام كان هو خدام. كان خدام فاش كان خدام؟ تبيع وشري خضره هادي يعدو كروسه. ودابا شنو كيديروا؟ دابا بارك دابا ما خدامه والو، حيت ما لقاش خدمه، باقي يقلب على الخدمه وما لقاهاش. نقلب انا في الميناج ما لقايش اللي باغي شي، ما لقيتش اللي باغي يدخلني. هذاك الشيء تنخرج الجامع تندوز الجامع نطلع بحالي، اللي قسم الله تندور في قهاوي ما ماكلات، ندور ندبر من شي ياكلوا ولادي كفته هادي، تنطلع نطيب لهم ياكلوا صافي تندخل بحالي. عاوتاني الصباح تنفطر تنخرج. ابد مرش حيت كاين اللي ما يعطيكش، كاين اللي يلوح لك ربعيه، كاين اللي يلوح لك كل مره شنو يلوح لك، ما تصوريش بزاف. بعد مرات 1000 ريال، بعد مرات 600 درهم، ما كاينش اللي يعقل عليك، كاين اللي يقول لك ماشي ولادك، كاين اللي يتنقص منك، كاين اللي يسمع منك معيور. هادشي فاش تقول لك كل واحد اش يقول لي دخلي ولادك مدرسه وانا ما عنديش الوراق، مشيت صايبت لهادي واحد الورقه خلو الخيريه باش نشوف نجيبها في العشيه هادي. كنت باغي ندير خيريه نجيبها في العشيه هادي، حيت ما تيدويش تيزيد ليا تيتوضى ليا هادي، نخاف يتوضى ما بغاوش. قالوا لي خاصك الراميد وما كاينش اللي صايب ليا الراميد حيت ما عنديش الوراق ولا هادي. انت عندك 17 عام؟ لا 7 سنين. 7 سنين يعني هاد العام هذا خصك تكون داخل. ما واش كي مشيت لمدرسه تيقول لك لا صافي حبسوا هادي ما بقاش تقياد، يلا كشفت الصباع عند المدير قال لي ما بقاش تقياد وحبس. صايبت لها واحد الورقه من جامعه بني بنت زادت حدا السبيطار، واحد الورقه صايبوها ليا بالاعتراف باقي ما محطوطاش الدريه مام، صايبوها ليا ومشيت عندهم حيت هما قالوا لي مدرا نمشي ندخلها وتصاور دي تصاورها ورقه الزياده ديالها ما بغاوش، قال لك هذيك الساعه سالت التقييم، قالك حتى العامله. عجبنيش هاد الحاله، ما كرهتش اخويا، انا ما كرهتش اخوتي، باش انا حتى انا باغا نخدم باغا ندخل ولادي مدرسه نشوفهم داكشي اللي ما شفتش انا براسي، نشوفهم هما اكثر مني وهادي. ما كرهتش شحال من حاجه، الظروف اللي وصلتني كلا خاصك تخلصي الفلوس، كلا ما حيتك الحليب ما حيتك ليكوش، الدري تا هو ما تيدويش اللي تندير ليه ليكوش،
اشنو ديري ما كاينش اللي يعاونني في هاد الظروف. اللي صورته تنحيده من اللحمه، واخا نصورها 100 ومن واخا ما ناكلش انا نصور 180، هادي تناخذ لي الحليب ديال سالي 180. كنت مقيده في الرهيبات، كانت يعطوني ديال الفارماسيه ملي كملت 9 سنين حبسوا لي، فهمتي؟ حبسوا قالوا ديري سالم، تندير 180 تناخذ 4 ليكوشات ب 90، تنطلع عاد نطلع الكفته وشي بيض والخبز تنطلع لهم ياكلوا طيب لهم وينعسوا. تيدي الله ليا شي تاوين، هادشي اللي صار. راجلك ما بغاش يخرج، ما بغاش ندير شي حاجه، والله ما حلال بحالك، ندور نتزق بالحلال، ندخل ولادي تنكبلهم بالحلال باش تما نلقى فيهم الخير، وهذاك الشيء وانا نبقى عايشه دائما. انا ما كرهتش، خرج يقلب على خدمه، كاين اللي ما باغيش مع عنده الوسخ ديال هادي، وكاين اللي ما باغيش يخدمه، وكاين شحال من واحد ما باغي نمشي. 16 ريال كان. كيفاش كتجمعي فلوس؟ تبعني انت تندور تنحيد منها الحليب، على صورت 1000 ريال، صورت مع الجمعيه صورت 100 درهم، وهادي تنحيد 1000 ريال تاللوحه ما بين مع الفلوس ديال الكرا، تنعطيهم مولات الكرا، وهادي بشويه بشويه اللي تنصورها نحيده من انتباهات واش عندي، تدرم تتبات عندي. ما نخرجش مع التسعود، من تندخل حتى ل 12 بحال هكاك الوحده، عاد تندخل حتى الوحده تلي، عاد تندخل حتى. ايوا تنصبروا شنو نديروا باش نوكلوا وليداتنا، واخا نمرضوا حنا وولادنا، باش تنلبسهم اللي قسم الله الحوايج مزيان، نلف فيهم نخرج كروسه كبيره. ايوا شنو ندير، حيت صبنت لهم حوايج كاملين اللي عندي، صبنتهم بيدي ونشارج حتى يتوسخوا ما تيبقاوش في ديك الحاله. يعني عندي شي حاجه قليله بحال ديال الصيف ماشي ديال البرد، انا بغيت نشوفهم قارين، بغيت نشوفهم عندهم وريقاتهم، بغيت انا داكشي اللي ما لقيتوش في راسي اللي ما درتوش انا، بغيت ولادي يديروا، فهمت؟ يقراو لي يوليو في شي حاجه اخرى، فهمت؟ ما يبقاش ضايعين ليا بحال هكا بلا قرايه بلا اوراق بلا حتى شي حاجه. هادشي اللي بغيت، بغيت هذاك الوليد تا هو اللي عندي ما تيدويش، بغيتو يقرا لي في شي مدرسه ديال التوحد، واخا يقرا لي مسكين، واخا ما تيدويش مسكين، بغيت شحال من حاجه يدير. انا حاس بالحقره، اللي كاين اللي عايرك بهاد النقاشه، كاين اللي عايرك بشي بلاصه اخرى، هادشي فاش يضرني في قلبي صابره على قبل وليداتي وهزاها في قلبي وربي اللي عالم به. تيتعاملوا معايا بنادم شي حاجه دايره، كل اللي عايرك يقول لك ولادك علاش اللي خارجه بهم، كل اللي عايرك بالمعيوم ماشي ولادك، كل اللي نقصوا منك تتسمع هذيك المعيوم تتبقى يهزها في قلبك، تتصبري على قبل وليداتك واخا تكبر. كاين شحال من واحد تيسحبوني من هذاك النوع، بحال بنادم من هذاك النوع ديال الحرام، وهادي كل اللي تيقول منك يلا معاي، كل اللي تيقول لك هذيك الهضره هادي. انا ما بغيتش الحرام، بغيت دائما نعيش ولادي بالحلال، ما بغيتش هذيك الحرام ديال ولادي نعيشهم في الحرام، بغيت ولادي تا هما يعيشوا لي حلال. كنت نصايبه واحد الورقه ديال العدول وطاحت ليا، ومشيت عاوتاني باش نصايبهم، خاصني فلوس، ما حيتك الكرام، حيت قادي منين غتجيب هذيك فلوس ديال الوراق وهادي والكرا، جاتني صعيبه بزاف. حاج مره مني تتبغي يلا دير شي حاجه تتوقع لك شي حاجه صافي، مجد بحال ما تتصايبي ما والو. نشوف حياتي ضاعت، ما بغيتش ولادي يضيعوا لي نفس حياتي اللي ضاعت انا، ما بغيتش ولادي يضيعوا لي، بغيت نشوف ولادي اكثر مني. انا حياتي كلها ضاعت، مابقاش عندي حتى فايده في هذه الحياه، بعد ما تنقول نموت ولا لا ما نموت، ولا العذاب اللي غنبقى عاد في ولادي ولا ملي تنخرج مسكينه تخرج هي تدور ليا في القهوات تمد يديها، وهذه كل اللي نقول لها سيري، كل اللي يدفعها، كل اللي تنقص منها. وهي ما بغاوش يدخلوا لي من المدرسه صافي، بقات دريا بلا اوراق بلا حتى حاجه، شحال من حاجه يلا كنت في المدرسه كاين اللي تيقول لك لا ما بقاش قياد صافي سالات، اللي تمشي اي مدرسه تيقول لك سالات قياد. حتى هي باغا تقرا، ولدي الكبير تاهو مسكين باغي يقرا ما تيدويش، باغي يقرا ليا وهذه وما تيدويش، ما لقيتش اللي يدخلهم ليا، اللي في جهدي تنديرو ربي اللي عالم بيه. انا لساتي محسنين، انا بغيت ولادي يقراو، بغيت شحال من حاجه، بغيت نصايب لهم وريقات وانا كاريه وما عنديش، عاونوا معايا على وليداتي، هادشي اللي بغيت يا ربي. انا بغيت الناس يعاونوني، الله يسهل عليهم، هاد الناس اللي عاونوني انا بغيت ربي يسهل عليهم، هادشي اللي بغيت، ما بغيت والو، بغيتو ما يقراو لي وليداتي، بغيتو ما شحال من حاجه، حيت انا ضعت ما بغيتش ولادي يضيعوا، هادشي اللي بغيت نوصل لسان. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.